السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على زيارتكم القناة بلارا اللي كنتمنى تكون عند حسن الظن. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم كيكة ديال عيد الميلاد ديال ولدي بمناسبة العيد ميلاد ديالو بواحد لجينواز اللي هي سهلة. وإلا عجبتكم وصفة اليوم ما تحرمونيش من اللايك واشتركوا في قناتي بلارا وبارتاجيو مع الأصدقاء والأحباب باش تعم الفائدة، وما تنسوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم مني كل جديد. وندوزوا الآن مقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجوا إن شاء الله 4 البيضات من الحجم الكبير أو 5 إلا كانوا صغار. أنا عندي البيض كبير درت غير 4، انتوما الا عندكم البيض كبير ديروه 4. كاس ديال سنيده، كاس ونص ديال الدقيق، خماره ونص او خماره وحده، فاني وقبصه ملح. ندوزو الان التحضير. ناخذ البيض، الملح والفاني، السنيده، نبقاو نطربو بشويه بشويه. خصنا نخدمو البيض حتى يتضاعف لنا الحجم ديالو ويتبدل اللون. هاد لاجينواز ما فيهاش الزيت وكتجي طالعه وزوينه خفيفه. الراب خصنا نبداو بسرعه قليله ومن بعد نزيدو في السرعه ديالو. ها هو من بعد ما تبدل لينا اللون ديالو تضاعف الحجم، شفتو كيفاش كيولي داير هذاك التموجات. صافي كنحبسو ديك الساعات، كنبداو نزيدو الدقيق بشويه بشويه. عندنا كاس ونص ديال الدقيق باش كتجي لاجينواز خفيفه. حنا كنطربو غير بشويه باش ما يهبطش لينا البيض. الخميره نغربلوها حتى هي، كاين ما تيديرش فيها الخميره، انا درت فيها خماره وحده. ومن الاحسن الى ما عمركم جربتوا لا جينواز تزيدوا فيها الخميره. فيها الكثافة كيفاش كيولي. غنديرها في مول فيه بابي سولفيريزي، درتو في لاباز وفي الجناب هكا لان ما فيش الزيت باش ما يتلصقش لينا الحلوه ديالنا. ها الكيك ديالنا ولا لاجينواز من بعد ما طابت نخليوها تبرد مزيان ونقطعوها بالكفيه اللي وريتكم ديال الخيط. نقطعوها على زوج الخيط هكا ما كتكسرش لينا. ها هي كتجي خفيفه، نسقيوها بالسيرو او العسل نخفوه شويه.
نو قطع بجوجهم باش هكا يجينا لا جينواز فازك. ناخذ لا شونتيي ونطربها مع كاس ديال الحليب. انا بعد ما وجدتها غادي نايطالي واحد لاتوش نديرها الوسط كتبقى طريقه ديال التزيين وصافي. وانتم لكم الاختيار، كل واحد يزين بالطريقه اللي كتبان ليه مناسبه. نزيد عليها الطرف الثاني ندير لا كريم من الفوق. تزيين بسيط جدا، ما كيكلف حتى شي حاجه. كان ايطاليو لا كريم من الجناب ومن الفوق، ندير واحد لا فينيسيون. المهم هادي كيفما قلت لكم طريقه للزين وصافي، وانتم لكم الاختيار. شوفوا انتم الطريقه اللي كتوالمكم. نخليوها تبرد مزيان ونرجعوها. انا بعد ما زينتها من الجناب بالشوكولا ودرت تزيين بقليبات، زينت الشوكولاط عشوائيا ودرته يبرد وزينت به من الجناب كما كتشوفوا. انا غنحاول نزين بلا كريم شونتيي اللي درتها في هاد التوب. نحاولو نزينو من الفوق بالبيبيت دو شوكولا. في الأخير نكسبو بالشكلاط مذوب. المتمنيات ديالنا، أنا كسبت هابي بيرداي، هادي صوبتها لولدي بمناسبة عيد الميلاد ديالو. نتلاقاو في الفيديو القادم مع بلارة وصفة جديدة إن شاء الله تعالى. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم. وإلى عجباتكم ما تنسونيش من لايك